هذا الموقف العظيم المعتزلة ينكرونه لأنه ثبت في السنة، الصراط الذي يضرب على ظهر جهنم، والسنة عندهم حديث أحد لا تقبل به عقيدة. وقولهم حديث أحد لا تقبل به عقيدة هذا كلام باطل ما أنزل الله من سلطان، لا دل عليه لا كتاب ولا سنة. وإني سألقنكم حجتين اثنتين في الرد على هؤلاء الذين يقولون حديث الأحاد لا تقبل فيه عقيدة ولا يستدل به في العقيدة. الحجة الأولى نقول لهم قولكم الحديث الأحاد لا تثبت به عقيدة أو الحديث الأحاد لا يحتج به في العقيدة، هذا الكلام كلام في العقيدة، هذا فقه ولا سيرة ولا تجويد؟ الحديث الأحاد لا تثبت به عقيدة، هذا كلام في العقيدة، نريد دليلا متواترا يدل على هذه العقيدة. سنطبق، اسمع، سنطبق قاعدتكم عليكم. أنتم تقول الحديث الأحاد لا تثبت به عقيدة، نريد دليل متواتر يدل على ماذا؟ على قولكم أن الحديث الأحاد لا تثبت به عقيدة. أول ما نبدأ بكم، أنتم قلتم ماذا قالوا؟ ها ماذا قالوا؟ الحديث الأحاد لا تثبت بعقيدة أو لا يستدل به في العقيدة أو لا يصلح للاستدلال في العقيدة. طيب ائتونا بدليل متواتر يدل على هذه العقيدة، خلينا نبدأ بها. ما يستطيع أبدا أحد أن يأتي بدليل متواتر يدل على أن الأحاد لا تصلح به عقيدة أو لا تصح بعقيدة أو لا تثبت بعقيدة. هذه واحدة، وأنا ما أدري الحجة الأولى أقول الثانية، اسمعوا الثانية. نقول لهم ما هو حد التواتر؟ ما هو الدليل المتواتر حتى نعتمد على دليل متواتر في العقيدة، وما ليس بمتواتر نستبعده؟ ما هو المتواتر؟ من يعرف ما هو المتواتر؟ خريجين كلية الحديث. ما نقله جمع عن جمع حتى يكون متواتر، نقله جمع عن جمع إلى منتهى ويكون يستحيل في العادة تواطئه مع الكذب. طيب الجمع هذا كم؟ يعني عطنا المولى، لازم أعرف ما هو المتواتر عشان أستدل بالمتواتر ولا أستدل بالأحاد. العقيدة أنتم متقولون، أنتم متقولون الأحاد لا تثبت بعقيدة، إذن نريد المتواتر حتى نستدل بالعقيدة. أعطونا حد المتواتر، لحظة شوي، حد المتواتر حتى نستدل بالعقيدة، واللي ما نطبق عليه ما نستدل بالعقيدة. أعطونا حد التواتر، كم هذا الجمع عن جمع؟ ها 20 و30 كيف تثبت هذه العقيدة وهي أصلا غير منضبطة؟ 20 ولا 30؟ عطنا كلمة واحدة، خلينا نجرب. كم؟ ما في حد. إذن كيف نقول متواتر هو بدون حد؟ كيف نقول أحد متواتر؟ لماذا أنت قلت قسمتم أحد متواتر وهذا يصلح العقيدة وهذا لا يصلح العقيدة؟ ائتونا بضابط الحديث المتواتر حتى يصلح العقيدة، وغير متواتر حتى نقول لا ما يصلح العقيدة. ائتونا، ما يستطيعون. خلينا نجرب، لو قالوا ما رواه 100 عن 100 هذا متواتر، نقول طيب ما رواه 99 عن 99 متواتر؟ نعم. طيب ما رواه 98 عن 98 متواتر؟ نعم. كل شوي ينزل فيه بواحد، افرض وصلنا الى 20، ما نقله 20 عن 20، قول طيب ما نقله 19 عن 19 متواتر او ليس متواتر؟ ها متواتر. طيب ما نقله 18 عن 18، رجعنا إلى الواحد. أنتم تقولون ما تثبت العقيدة إلا بدليل متواتر،
اضبطوا لنا المتواتر عشان حتى ناخذ به في العقيده، واللي غير متواتر لا ناخذ به في العقيده. اعطونا الضابط. 17 طيب، وستة عشر، 15 طيب، 14، 12 طيب، 11، ما رواه 10 عن 10 طيب، ما رواه 9 عن 9 والتسعة. نريد دليل متواتر يدل على أن 10 متواتر والتسعة ليس بمتواتر. لا، لازم دليل متواتر، ما أرضى. أريد دليل متواتر 10 عن 10 يدل على أن 10 عن 10 متواتر، 9 عن 9 ليس بمتواتر. ما يستطيعون أبدا. هذه قاصمة لظهورية. هاتان حجتان، والحجة كثيرة. ولنعلم أن عامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم آحاد. كثير من الأحاديث لم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، كثير من الأحاديث لم يرويها عن صحابي إلا تابع واحد. من أشهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحفظه جمهور طلبة العلم بل وحتى العوام آحاد، إنما الأعمال بالنيات، أول حديث صحيح البخاري. هذا آحاد، آحاد عن آحاد عن آحاد، ثم رواه 700 نفس. لكن بداية الحديث لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وهكذا من رواه عن عمر واحد، ومن رواه عن من رواه عمر واحد واحد، وفي بعد ذلك انتشر الحديث. كيف تقولون حديث لا حاد لا تقبل بالعقل؟ من أين لكم هذا؟ نريد أن نطبق هذه القاعدة عليكم. أولا نريد دليل متواتر يدل على أن الحديث لا حاد لا تصل بعقيدة، ونريد دليل ثاني متواتر يدل على حد التواتر. لا جواب. كتبت يا دكتور ولا أنت خالص دكتور بعد؟ ما بروفيسور يعني، خالص دكتور يعني. ها حفظته هنا يعني ولا راح ترجع له بالتسجيل ولا؟ لا لازم تكتب. أعيد حتى تكتب. ها العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتطلقها بين الخلائق أو فتتركها بين الخلائق طالقة. صيد غزال اربطها، صيد معلومة أيحسن، المعلومة ولا الغزال؟ ها العلم أحسن ولا الغزال؟ العلم. أنتوا تعرفوا الغزال ولا إيش اسمها؟ إيش اسمها؟ ها هذا اللي قالها. لازم تقيد ولازم تستفيد إن شاء الله تعالى. طيب أكمل.